تونسي قاعد يبدع وأبدع في تونس ده كيف كيف. لسعد الوسلاتي يشارك في السباق الرمضاني العربي من خلال مسلسل إماراتي اسمه البوم أسد البحار. لسعد صح شريبتك. عشيتك شاكر والكل الجميلة جمال وكل المستمعين. هند حوالي زادة كيف كيف معك هاي زادة هند خاطر ماني نشوف دونك كلهم يسلموا عليك لأن يقول لك صحة شريبتك. حلقتين تعدوا تقريبا من مسلسل البوم أسد البحار، شنو ردود الفعل اللي وصلتك لسعد؟ هو اليوم تعديت ثالثة والحقيقة عملتها يعني عمل ضجة كبيرة حتى تو موجود على السوشيال ميديا يعني في الإمارات، لأنه والكل وصفوه أنه نقلة في نوعية في الدراما الإماراتية الخليجية، لأنه أول مرة يتعمل عمل تاريخي بالضخامة وبالإنتاج يعني نوعية الإنتاج هذا. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله تزيد التفاعلات الإيجابية. خلينا نقدم الفكرة الرئيسية للعمل للناس اللي تسمع فينا. لسعد الوسلاتي قداش من حلقة؟ البث على قناة أبو ظبي يظهر لي، وثماش قنوات أخرى، مدة الحلقة تعطينا تفاصيل شوية. هو العمل اسمه البوم. البوم هو هو مركب كبير اللي كانوا قبل يعني في الأربعينات ولا الخمسينات كانوا يستعملوه باش يسافروا للأماكن البعيدة من الساحل إلى الهند ورأس الحد، اللي هو مركب شراعي. العمل هو يحكي قصة نوخذة يعني رايس كما نقولوا احنا بتاع مركب، اللي يصير له حدث في الحلقة الأولى أنه هو يخسر المركب بتاعه، ومن بعد يتحدث صعاب هذه الكل ويأخذ مركب ويختار فريق اللي أغلبيته ما عندوش خبرة في 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 البحر، باش يتعرض المجموعة مغامرة كبيرة باش تصير له في البحر، وهذه نبداو نشوفوا في حلقة التود والرابعة، حتى اللي يوصل للهند وفي الهند ينطلق في المغامرة نتاعو. الإطار التاريخي نتاع الزماني نتاع العمل اللي هو تقريبا بداية الحرب العالمية الثانية، دونك نشوفوا الصراع اللي كان موجود بين الإنجليز وأهل الساحل اللي هي الإمارات توا، وفي نفس الوقت تأثير الحرب على الشخصية متاعنا والمغامرة اللي تعيشها الشخصية متاعنا، ونشوفوا زادة تأثير الحرب العالمية الثانية في الهند والفترة زادة ذيك اللي كانت التجارة بين الساحل في الهند. والعمل هو إماراتي لكن فيه عدد كبير من الممثلين الإنجليز اللي يشوفوهم في الساحل أو الممثلين زادة الهنديين، وإحنا جبنا ممثلين من تقريبا من 8 جنسيات موجودين في العمل. تقريبا قلت حكيتتي على الممثلين، طاقم أغلبه تونسي توانسة لإنتاج عمل تاريخي اجتماعي إماراتي. نفرحوا برشا نحن كي نشوفوا الطاقم التونسي اللي فرضوا لسعد الوسلاتي. والله هو الفكرة بتاع الطاقم، هو منتج العمل اللي هو أستاذ ياسر حرب كانت عنده تجارب حتى في تونس، هو اللي أنتج اللي يعتبر أفخم عمل عربي مماليك النار واللي تصور كله في تونس، دونك عنده علاقة بالتقنية التونسي. عملنا تجربة في مسلسل غومة من المخرج إن شاء الله يخرج، هذا صورناه في تونس. المنتج منفذ نتاع العمل اللي هو خالد بن يونس اللي هو تونسي، فذي كل خلى حقيقة إنه الفريق يكون جزء كبير منه، خلينا نقول إطارات العمل بكلها هما تونسيين. ما تنساش شاكر إنه التقني التونسي بصفة عامة في السنوات الأخيرة يعتبر من أهم التقنيين في الدراما العربية وحتى في الأفلام التي قاعدة تصور في السعودية. أنا ديما أقول ممكن معناه صناعة كبيرة متاع دراما، لكن الحمد لله الدراما التونسية والسينما التونسية كونت تقنيين ممتازين اللي هما توا من أهم الأشخاص في صناعة الأعمال الدرامية العربية. هما اللي يصنع في ربيع الدراما العربية نجم نقوله لسعد الوسلاتي؟ صحيح نجم نقوله، ونشوفه توا في محمد مغراوي، نشوفه في خالد بن علي، تقريبا جل الأعمال اللي قاعدة تصير في الخليج أو جزء منها في الشرق فيها تقنيين تونسي. فيها سيناريست يرافق لسعد الوسلاتي في نجاحاته عماد الحكيم، الثنائي الناجح دائما ما بدلوش كيب تربح كما نقولوا، ماشي بها لسعد الوسلاتي القاعدة هذه.
هي صحت وقت اللي ياسر طلب انه نشوفه سيناريست باش يكتب، لان هو صاحب المشروع وصاحب الفكره. فكان انا بالطبيعه كان الاقتراح تاع عماد الدين الحكيم اللي انا اعتبره من اهم السيناريست حتى العرب، خاطر شخص مجتهد. تعرف انه مش بالساهل انك تكتب عمل تاريخي، ونعتبره اول عمل تاريخي يصير في الدراما الاماراتيه بكل تفاصيلها. فانه كاتب تونسي ما عندوش الفكره وما عندوش تفاصيل الحقبه هذه، فنتصور انا عماد اجتهد. صحيح كان فما فريق ساعده في البحث، استاذ ياسر يعتبر من المنتجين المثقفين اللي عندهم المام بتاريخ البلاد وتاريخ الامارات. فنتصور انا عماد نجح، خاصه مع الحلقات الجايه باش نشوفوا تفاصيل مهمه في العمل. فأنا كل محظوظ أني نتعامل مع عماد الدين الحكيم، محظوظ أني تعاملت في ديك التعبيد مع الأستاذة هبة مشاري. يعني أنا كل محظوظ تعاملت مع السيناريست هذوم اللي عندهم صوت. الأسعد الوسلتي ما نعرفش علاش مازال عندنا الصوت، خلينا باه رجع عنا الصوت. الأسعد، حكيت على دكة العبيد، هو ثاني تحدي عربي ليك بعد دكة العبيد من السعودية للإمارات، إنتاجات ضخمة. ما تنجمش توفر الإنتاجات الضخمة هذه في تونس الأسعد؟ والله نتمنى نتمنى انه 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 انا قلتها شوف الواحد صح تو قاعد يتطور مع يعني، وديما نرجع انا الفضل يرجع للتجربه التونسيه، الفضل يرجع للتلفزه التونسيه في ليزا سليمه والفريق التونسي اللي خدمت معاه، اللي خلاني نوصل معناتها تو نعمل اعمال عربيه واعمال تعتبر كبيره من ناحيه الانتاج نتاعها. لكن نتمنى اني نعمل عمل تاريخي تونسي، يعني انسان يعمل في تاريخ بلدان اخرى. لكن يبقى ديما انك تعمل عمل تاريخي خاصه تونس وقيمه تونس وتاريخ تونس وعلاقه تونس تستحق ان نعمل لها اعمال تاريخيه في قيمتها. شاكر توا الناس قاعده تسافر والدول قاعده تحط وتنتج في اعمال تاريخيه، لانه قيمه الاعمال التاريخيه باش تصدر لثقافه بلدان. تعرف توا الناس توا تفهم الثقافه الاماراتيه، ثقافه البحر يكون هم معروفين بها بصفه اكثر، ماهيش الصوره النمطيه نتاع البترول والبنايات الكبيره، لا، فما التاريخ والبحر مهم بالنسبه لهم. فمن خلال الاعمال هذه الناس قاعده تكتشف، الناس تسوق لصورتها. نتمنى يجي نهار في تونس بالضبط ان شاء الله نفهموا في تونس انه راهو الدراما مهمه باش تسوق صورة البلد نتاعك. وانت لسعد الوسلاتي حكيت على مشروع على تاريخ تونس، قاعد حكيته حتى مع دي زعيم، قاعد تخدم عليه مع عماد، هل مازالت الفكرة مطروحة؟ مازالت ولا قبرت ولا شنو صار؟ لا والله، هو نجم نقول لك انه مش حتى فكرة، هو حتى كسيناريو تقريبا حاضر نسبة 70% حاضر، هي في فترة الأربعينات الحرب العالمية الثانية في تونس، النص موجود حاضر. نحاول من طريقتي اني نلقى مساهمين او نلقى دي بلاتفورم يدخلوا كشركاء في العمل، ان شاء الله ممكن يصير هذا خلال الفتره القادمه، خلال السنوات. ربي ان شاء الله يحيينا ان شاء الله، السنوات القادمه انه يتحقق المشروع هذا. عندك تقنيين من اهم التقنيين، عندك ممثلين تونسيين من اهم الممثلين، عندك الديكورات. نخفى انا الراء، مشكلتنا لازم تكون فما اراده سياسيه، يكون فما مشروع. ديما نعاود نقولوا توا راهي الدراما هي يعني مشروع مربح فنيا وثقافيا وتسويقيا وترويجيا، مربح زاد وترويجيا وحتى ماديا. توا لي بلاتفورم الكل مستعده انها تشري وتعدي انتاجات تونسيه. باهي، خلينا نمشي للاسئله لهنا من جميله هند وجمال. جميله لسعد، رمضانك مبروك، صحة شريبتك. رمضانك مبروك، صحة شريبتك. يا عايشك. أنا بالحق يحس في نفسي كفنانة ساعة وكتونسية أنه مخرجين كبار كيفكم، نذكر شوقي الماجري الله يرحمه، أنت لسعد، مجدي سميري، تقنيين، ناس بروفيسيونيل وعندهم باع وذراع بالحق في المجال. أنا نتمنى لك معناها سيفي وانتشار عربي وعالمي، ولكن نتمنى أن أولادنا بالحق يخرج
يخدموا تونس، يخدموا البلاد هذية، ويخدموا الفنانين التوانسة، ويخدموا الـ 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 الدراما التونسية. هالمركب، هالمركب اللي أنت تحكي عليه، السفينة هذية، ما تنجمش السفينة اللي أنت تقود فيها تجيب فيها زادة منتجين عرب يساهموا في إنتاج أعمال درامية تونسية تكون في المستوى؟ والله أنا إن شاء الله مش يعني هذا مو كل واحد قاعد يخدم عليه من 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 مدة، قاعدين نخدمه والحمد لله. تونس راهو تقعد ديما أرض مهمة لتصوير أعمال كبيرة، وهذا صار على مر سنوات. قاعدين نخدم على هذا، وإن شاء الله معناتها إن شاء الله نكون إن شاء الله على قريب نص ونعملوا العمل ولا الأعمال مهمة تونسية وتصير إن شاء الله. صحة شريبتك لسعد. أنا هندة معك. يعيشك. يعيشك. باش نقول لك أنا حشتين، عندي ملاحظة، وبعد عندي سؤال، وإلا معناتها باش نتفاعل معك بارابور للي قلته. أنا البارحة سميت الفريق التقني الكل اللي خدم معك في مسلسل البوم، والحاجة اللي ما قلتهاش البارح اللي أنا كي سميتهم بالواحد بالواحد ما عندك حتى أدنى فكرة، فرحتي وفخري كي وانا نسمي فيها الليستة. باش تقولوا لي علاش؟ على خاطرهم الكلهم توانسة. الكل توانسة قراتهم، والكلهم قراوا عندي، والطلبة متاعي معناتها ثم كان زوز ثلاثة برك. دونك ما عندكمش فكرة لساتيسفاكسيون متاع أستاذ كي يرى اللي تلامذة متاعه والطلبة متاعه اللي قريتهم. قريت لسعدهم لسعد باش أقول لك حاجة، الطلبة كلهم من المعهد العالي لفنون الملتي ميديا اللي أولهم خرج منه مسعى لسعد سامحني أما لسعد ما تلاقيناش كي هو العام ذولي كي خرج أنا بديت نقري. دونك فرحت برشا. أما دونك كي أنا عندي جماعة نعرفهم في التغناج واللي خدموا معاك يا لسعد، سألتهم على لسعد الوسليتي كمخرج، شنو لسعد في التغناج؟ هاوش قالوا لي البعض، قالوا لي اللي ساعة إنسان عنده لسنس دو ديتاي، متمكن إنسان من التفاصيل ويعرف تفاصيل التغناج متاعه بصفة غريبة، الذكاء، جيستيون دو لينيرجي على البلاتو، عنده لا كوميونيكاسيون مع الممثلين، عنده لا ريغور يعني الدقة، عنده سي ان فري بوسور. راك في الخدمة ديجا، شوفوا انتم اللي مازال يخدم اثار الخدمة وراه ديجا. انسان اللي مخرج ما عندكش الحق باش تغلط، لانه بالنسبة ليه ما لازمش يصير غلطة. والجملة الأخيرة اللي أنا خليتها في الأخر وعجبتني برشا، اللي تلخص يظهر لي لسعد الوسليتي من معناتها كلام الناس اللي تخدم معاه وهالتقنيين هذوما الكل، قالوا لي ثم شكون قال لي ثم لسعد الوسليتي وثم الاخرين. ايوه برشا جميله برشا جميله. دونك لسعد، انت شو احساسك اللي سمعته معناتها التقنيين اللي تخدم معاهم، هالود وهالاحترام معناتها كيفاش يشوفوا فيك على البلاتو التورناج مالغري الصعب مالغري برشا حاجات؟ والله كيش قولوها يعني تكسرحة في كلام اللي نسمي برشا، واللي يعني بالنسبة لي يعني شرفني كل كلام هذا. وأنا ديما أقول أنا محظوظ بالفريق اللي ديما نتعاون مع بعضنا ونشتغل مع بعضنا، ونظن ديما أقول أنا الفضل يرجع ديما ليهم. خدمتنا هذه على قد ما هي صعيبة، وعلى قد ما العباد ممكن تشوفها من بعيد كل كلها انتم شيخين وفرحانين كل شيء، على قد ما هي خدمة يتحبها. إذا كانت باش تنجح فيها لازم تحبها، لازم تعطيها برشا من عندك وتحترمها، خاطر في الأخر احنا نقدمه في منتوج. المنتوج هذا مهما كان نوعيته مش تعطي فيه من روحك، مش تعطي فيه من أفكارك، باش توصل به أفكار للناس، تحاول معناتها تقدم إضافة للناس تنفعهم. فما تجبش ما تكونش الشخص ملتزم في العمل متاعك، ما تكونش، وإحنا هذا تعلمناه
على ناس كبار. انا لسعد تلمست على نوري بوزيد، على مدام سلمى بكار، وعلى غيرهم اللي لسعد علموك هذا. لسعد على ذكر سلمى بكار، صح شريبتك معك جمال ساسي، صح شريبتك جمال، صح شريبتك، نعرف صوتك. انا نذكر الناس اللي تسمع فينا، اسمه لسعد الوسلاتي، مخرج تونسي، وانا فخور جدا جدا به بعد نجاح الحرقه والمايسترو، يتالق خارج تونس، والمسلسل يبشر بكل الخير. برافو لسعد، ما عندي حتى سؤال إلا نقول لك إن شاء الله نلتقي أخويا، بون سونس في مسيرتك. إن شاء الله بالتوفيق لسعد الوسلاتي. منعش أنا عندي بسرعة، مشيت معناها ملي كنت تخدم على الحاضر، تخدم على الحرقة في المايسترو، مشيت للتاريخ في أعمالك الأخيرة. اختيار أنك تمشي للأعمال التاريخية؟ والله هو من قبل كانت فما رغبة، وعلى فكرة العمل اللي حكيت عليه اللي هو اسمه عن الحب والحرب احنا كتبناه من 2013، يعني كان ممكن أول عمل حبيت نعمله هو كان عمل تاريخ. نحب التاريخ، ممكن أخذت النقرة نشوف نفس إنه تاريخ قاعد يتعاود، شاكر إنه فما يعيد نفسه، ممكن نحكيه صارت يعيد نفسه إن شاء الله، مش بشكل مهزلة. لا 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 إن شاء الله، إن شاء الله لا. فلقيت بالعكس معناتها مستمتع على ممكن العمل الجاي اللي نبدا فيه ان شاء الله بعد رمضان مختلف تماما عن اللي عملته الكل. اللي هو هو اسمه كائنات، كائنات عمل خيالي رعب مستوحى من 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 قصص وحكايات وخرافات كانت يحكيوا فيها قبل اجدادنا. باش يتم تصويره زاد، هو انتاج استديوهات الحرب، باش يتم زاد تصويره في عده مناطق. فبالعكس نحب نغير، نحب نجرب حاجه جديده، نكتشف نفسي، نكتشف ممكن اشياء. مسلسل جديدة. العمل الجديد مسلسل رعب هكا ولا فيلم رعب؟ هو مش يكون سلسله، لكن اكثريتها للبلاتفورم معناتها ان شاء الله سيري. مش تكون على 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 سيري بالضبط، ومع نفس الفريق اللي بسرعه نحيي كل الفريق، سواء كان من التقنيين التونسيين حتى من التقنيين العرب والاجانب كانوا في المشروع. ديما نقول هما سبب نجاح اي عمل، انا ماني جزء منهم، ونعاود نشكر كل الفريق اللي اشتغلت معه في الاعمال السابقه، على خاطر هذوكم هما اللي دزوك باش تحاول انك تقدم احسن من عندك. ونحن نشكرك برشا لسعد الوسلاتي على مرورك معنا لهنا في رمضان شو، تحيه ليك وان شاء الله بالتوفيق لكل اعمالك. شو قد